السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت. سعدنا أن نلقاكم مرة أخرى في برنامجكم ما بين السطور، حيث المواضيع المتنوعة والخاصة بالصحف الصادرة لهذا اليوم. فأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة، ولكن قبل أن نسترسل ونستمر معكم نرحب في ضيفنا وضيفكم جابر الشريفي الناقد الإعلامي والرياضي من جريدة الجريدة. جابر، الساعة المباركة اللي صراحة شفناك فيها وأنا مفتقدك صراحة من زمان. ساعتك أبرك أخوي أبو حسن، أنا أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. مشاهدين الكرام، نذهب إلى أبرز العناوين من صحفنا المحلية. الراي القادسية ضيفا على الشباب في المستكملة اليوم. وأما الأنباء، الأبيض يستأنف تدريباته بمشاركة الدوليين. مرورا بالقبس، يد الكويت يبحث عن محترف. وأما السياسة، القادسية والكويت في اختبار أو اختبارين سهلين بالسلة. أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طلعتنا به جريدة الراية. العنوان: الأصفر يتغلب على الشباب. تغلب القادسية على مضيف الشباب 3-1 في اللقاء المستكمل من 9 نوفمبر الجاري بسبب الأحوال الجوية التي عصفت بالبلاد، والعائد لمنافسات الجولة 9 من دوري فيبا الممتاز لكرة القدم. ورفع الأصفر رصيده إلى 16 نقطة، تاركا أزرق الأحمدي على رصيده السابق بخمس نقاط. طبعا يعني أستاذ جابر، بداية رحب فيك مجددا. القادسية تغلب على الشباب في المباراة المستكملة، يعني كيف شاهدت المباراة؟ وهل القادسية عادة من جديد لسكت الانتصارات؟ يعني شفنا كم بصراحة المباريات السابقة كان في أداء باهت من القادسية، لكن اليوم شفنا أداء يعني نوعا ما 3-1. هل هو عودة لسكة الانتصارات؟ هو بالطبع يعني أي فوز عودة لسكة الانتصارات، ولكن بالتالي يعني القادسية مثل ما تفضلت في البداية يعني لم يقدم المستوى المأمول اللي الجماهير تنتظره خلال المباراة المستكملة. يعني المباراة مثل ما أنت شايف القادسية تقدم، انتهت أصلا في المباراة الأساسية اللي في بداية الشهر اللي تأجلت بسبب الأمطار، انتهت 1-0 صحيح، فاستكملت على نفس النتيجة ونفس التوقيت ونفس القائم ونفس اللاعبين. استطاع أن قبل نهاية الشوط الأول يدرك القادسية الهدف الثاني، كرة مرتدة، وقدر المحترف النيجيري يسجل الهدف. في الشوط الثاني بصراحة شفنا اندفاع كبير من نادي الشباب، واستطاع أن يغلص الفارق، سجل هدف. ولكن في الدقيقة 80 استغل القادسية هجمة مرتدة وسجل هدف التقدم اللي عن طريق عبدالله ماوي، وأنهى المباراة لمصلحته. لكن يعني تسألني يعني كمتابع، هل هذا مستوى القادسية اللي الجماهير تنتظره؟ مو هذا مستوى القادسية اللي الجماهير تنتظره. القادسية عنده أفضل، عنده إمكانيات أفضل، لاعبين المحليين عندهم أفضل، مطلوب توظيف هؤلاء اللاعبين في الفترة المقبلة إذا ما أراد القادسية العودة المنافسة على البطولة. جابر، قياسا على كلامك هذا، أنه مو هذا مستوى القادسية عندما رأيناه أمام الزمالك في الشهر الماضي إذا ما خاب ظني، شفنا أداء صراحة جميل عندما تعادل مع الزمالك. صحيح تأهل الزمالك، لكن يعني مو سهل الأداء اللي قدمه. أبو حسن، القادسية يعني أنت هذا مو مشكلة القادسية، هذه موجودة في جميع اللاعبين المحليين هنا في الكويت. نعم، في كرة القدم، كرة السلة، في جميع الألعاب اللاعبين مزاجيين. صحيح، يعني متى ما شاف المباراة جماهيرية ها تشوف أداء غير مغاير. صحيح، يعني أنا أذكر يمكن قبل سنة قاتسية لعب ملحق دوري أبطال آسيا مع الأهلي السعودي في ملعب الجوهرة، والملعب مفوق. يعني قاتسية أذكر في المباراة
قدم مستوى بأمانة يعني لم أشاهد غاتسية بهذه المباراة مثل مستوى هذه المباراة، عكس يعني جميع يعني احنا تفاخرنا فيه صراحة في هذا الأداء مع الأهلي السعودي. صحيح. وبالنهاية تأهل الأهلي، ولكن قدم مستوى على ملعب أمام 60,000 ما شفناه من قبل صراحة الأمانة. اللاعب يعني اللاعب الكويتي مزاجي. يعني أنت ذكرتني والله أستاذ جابر أن أيام ما كنا نلعب لما نجي نلعب قدام القادسية والعربي نشوف مستوى غير مغاير، وسبة الجمهور، هل هو الجمهور، هل هو الحماس زاد؟ طبعا أنت الجمهور حماس يعني أهمية المباراة، حتى مباراة يعني مستكملة شوط واحد ممكن القادسية بي يلعب على الراحة، لأن أصلاً القادسية عنده مباراة مهمة يوم الأربعاء مع العربي. إيه مباراة مهمة جداً. تالي ديربي سومايلا مصيره مع القادسية. سومايلا هو أصلاً عنده عقد مع القادسية امتد 2020. فيعني اللاعب مرتبط ارتباط كلي بالقادسية. الآن هو في فترة إعارة إلى فريق ريد ستار الصربي. أعتقد أن الفريق في حاجته في الانتقالات الشتوية، وربما أنه يعود إلى الفريق. وأعتقد يعني أن الإدارة قطعت شوط كبير مع اللاعب أو حتى متعهد ماله لعودة اللاعب في خلال فترة انتقالات شتوية، وليس فقط الأمر هذا محصور على سوماليا. أتوقع أنه يعني حتى ممكن بقية المحترفين، حتى المحترف المهاجم رونالد اللي قدم مستوى متميز الموسم الماضي مع فريق الجهرة، هالموسم مع القادسية ما قدم مباراة السوبر هدف. نعم. أعتقد في مباراة ثانية في الدوري سجل صحيح. هدف فمو مستوى المأمول اللي تنتظره جماهير القادسية منه. فأتوقع أنه ليس فقط سوماليا، أيضا محترفين آخرين على مستوى القادسية خلال فترة انتقالات شتوية. جابر سولفنا عن القادسية، الحين دور الكويت، نروح حق هذا الخبر. الأنباء ونقرأ من خلالها. الأبيض يستأنف تدريباته بمشاركة الدوليين. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته مساء أمس على استاد الصداقة والسلام، استعدادا لمواجهة التضامن الأربعاء المقبل ضمن الجولة العاشرة لدوري فيفا الممتاز. وانضم إلى تدريبات الأبيض اللاعبون الدوليون فهد الهاجري، فيصل زايد وحميد القلاف بعد انتهاء الإجازة الممنوحة لهم من قبل الجهازين الفني والإداري، كما عكف الجهاز الطبي على تكثيف علاج اللاعبين العاجي جمعة سعيد وعبدالله بريتشي إثر العارض الصحي الذي داهمهما قبل أيام نتيجة تبدل الأحوال الجوية. نقول سلامات لجمعة السعيد والبريتي على ظهر سخونة يمكنه وإنفلونزا. اي عبدالله البريتي اي، وحال الكويتيين اليوم هاليومين كلها شي تغير الجو. اكيد دير بالك جابر لازم انا طحت فيها في البداية وخلصت زين. عموما نية حق الكويت، استعدادات نادي الكويت قبل لقاء التوام دوري فيفا. يعني شوف أبو حسن، الكويت يعني للأمانة يعني ميزة الكويت يفترق عن بقية الفرق صحيح. أن كل مباراة يخوضها يعطيها أهمية دائما الجهاز الإداري والفني في نادي الكويت للأمانة هذا الأمر يحسب لهم. كل مباراة بطولة يهيئون اللاعبين إلى أهمية مباراة مهما كان الفريق. نعم. بالنسبة حق استعدادات الكويت، الكويت خلال الفترة الماضية التوقف خاض مبارتين تجربتين أمام خيطان فاز فيها 8-1 وأمام النصر فاز فيها 2-1. الآن الفريق قاعد يتدرب في الفترة المسائية، اللاعبين الدوليين رجعوا، الفريق عنده حماس ويعطي أولوية أو عفوا أهمية كبرى لمباراة التضامن وبعدها الشباب. رجعة الدوليين جابر ماذا تعني للفريق؟ هو رجعة الدوليين يعني هذه أكيد بتضيف حماس في التمارين صحيح. يعني حماس اللاعبين قوة تنافس حتى يعني تعطي المدرب أنه يركز شنو يبيه في المباراة. هو عنده مباراة، فلما يكون اللاعبين دوليين موجودين في التدريبات أكيد بيعطي شنو يبيه هو في المباراة، بيعطي تعليمات اللاعبين صحيح. يكون الكل متواجد صحيح. وعارف صحيح. لذلك أنا أقول لك الكويت عنده الأهمية، يولي المباريات هذه أهمية كبيرة الشباب وبعد التضامن وبعد الشباب، لأن أصلاً هو بعدها في فترة توقف صحيح وبيروح معسكر نعم. استعداد الملحق دوري أبطال أوروبا، وقد يشهد الكويت تغييرات بعض المحترفين نعم. هو راح يخوض دوري ملحق أبطال أوروبا أمام الوحدات وبعدها مع ذوبهان الإيراني إذا فاز. أنت تقصد دوري أبطال ملحق أوروبا؟ لا عفواً أبطال آسيا لا كان زين أوروبا إحنا الحين آسيا ويلا ها بعد الدور أوروبا لا بالعكس أتمنى لهم كل التوفيق. يعني نادي الكويت مثل ما تفضلت من أفضل أندية احترافية نقدر نقول، إذا في نادي يعامل لاعبيه كمحترفين
نادي الكويت هو بامانه متميز في جميع الالعاب والنتائج تحكم. يعني احنا دائما نقول الواحد يقدر يتكلم ويقول لي لكن بالنهايه النتائج النتيجة. حتى لو تبي تنتقد يعني يمكن حتى اللي بتنتقده بيقول لك يعني ليش تنتقدني، شوف نتيجتي، شوف نتيجه. صحيح. لا لذلك يعني بالعكس اتمنى لهم كل، نتمنى لكل الانديه التوفيق وللكره الكويتيه طبعا لا شك، ولا سيما ايضا مثل ما يقولون الزعيم العربي. نتمنى هاي الايام انتخابات بعد يايا ها جابر، وما شاء الله يعني والله ان شاء الله احنا نتمنى النادي العربي التوفيق. أيوة. ونتمنى ان الافضل دائما الجمعيه العموميه تختار الافضل حق النادي. جابر تأيد ان اذا الكره كره النادي العربي ارتقت الكره الكويتيه ترتقي؟ بالطبع. يعني انت مو بس يعني لما العربي ينافس على بطوله الدوري قبل سنتين او قبل 3 سنين شنو كان مصير الدوري ومباريات والحضور الجماهيري؟ كل مباراة يعني تلاقي جماهير كل مباراة كانها مهرجان وبطولة، حتى يعني على مستوى الإعلام الخليجي قام يتناقل الموضوع وقام يهتم في الدوري. لتشرين طبعا اللي 22 طبعا رحمة الله عليه السنة القادسي. يعني شوف العربي فريق كبير، جمهور كبير يعني، وجمهوره متعطش للبطولات. لكن يعني للأمانة العربي هالسنة يعني قاعد يسوي المستحيل صراحة. بدون محترفين مركزك ثالث مو شويه اي يعني، فانت شوف الفرق اللي خلفه 5 محترفين. نعم. فاتوقع انه يعني العربي متى ما استمر في هذا المستوى مع وجود المدرب هذا حسام السيد صراحه عرف كيف يوظف ومع يعني التعاقد اذا الموسم المقبل ان شاء الله 5 محترفين. نعم. لا العربي راح ينافس على البطوله. نعم. ينافس. نعم. على جميع البطولات، لان العربي يملك سلاح الجماهير. صحيح صحيح. هو يعني مع القادسية والكويت الأندية. نعم. الجماهيرية طبعا في نعم عموما اتمنى للجميع كل الموفقية مثل ما يقولون، وحظ موفق لكل الأندية. نواصل صحفنا المحلية مشاهدينا الكرام ونقرأ جريدة القبس حيث جاء فيها: يد الكويت يبحث عن محترف. علمت القبس أن إدارة كرة اليد بنادي الكويت تواصل بحثها في العديد من السير الذاتية لمحترفين أجانب، حيث يسعى الأبيض إلى تدعيم صفوفه بجناح أيسر محترف في الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في العاصمة التونسية الشهر المقبل. وتواجه إدارة الفريق صعوبة في الحصول على خدمات أي من اللاعبين الدوليين في العديد من المنتخبات العربية، خاصة في ظل مشاركة هؤلاء اللاعبين في استحقاقات منتخباتهم في الفترة المقبلة. جابر يعني الكويت يبحث عن محترف أجنبي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية. ما أدري يعني هذا السؤال المطروح. الكويت ما شاء الله يحلق عاليا في كرة اليد أنا وسنين وبنين يعني لم يخسر مباراة. يعني الناس ما قامت تسولف بعدد المباريات، لا بعدد السنين ما شاء الله يعني كثر ما هو وايد فوق. هل هو بحاجة لمحترف بصراحة؟ لا طبعا الكويت يعني انت في محترف في البطولة العربية لازم تجيب محترف. يعني الكويت انت اوكي احنا هني في الدوري الكويتي الكويت متميز وخمس سنوات وهو ما خسر وحطم جميع الارقام. انا شخصيا انا اتمنى اشوف هالفريق للامانة انه يشارك في بطولة عربية مثل بطولة عشان اعرف مستواه الحقيقي. لا مش يعني هو مستواه معروف، لكن يعني للامانة يعني انا اعرف احد اللاعبين. نعم. يقول احنا يعني ملينا من المباريات لهالدرجة. اي يعني الفريق ما قاعد يخسر، ما في تحدي امامه. بس اوكي جابر السؤال اللي مثلا يطرح يعني خلينا نقول في بطن هذا السؤال انه هل مستوى الدوري الكويتي لكرة اليد يرقى لمستويات الاندية الابطال في الدول العربية بصراحة؟ للامانة حاليا لا. لا ما حاليا لا. لذلك مو هذا، شوف هذا الناس اللي قاعد تنتقد مثلا تقول اوكي انتم قاعد تفوزون، لا مو على بالكم ترى تفوزون، ترى انتم اذا طلعتوا برا مو ذاك الزود. هذا تأيد هذا الكلام؟ شوف صحيح هذا الكلام ولا في مبالغة؟ يعني انا على ثقة. شوف الامانة ترى البطولة العربية للأندية ترى مو بطولة سهلة. بطولة قوية. الأندية المصرية، الأندية التونسية، الأندية القطرية فطاح كلها ملغومة في المحترفين. نعم. الأندية السعودية أندية قوية جدا. فبطولة مو سهلة. هذه البطولة تمثل الكويت مثل الاختبار الكشف المستوى الحقيقي مثل ما تفضلت. أيضا اللاعبين راح يكونوا أمام تحدي لتحقيق إنجاز المستوى نفسهم. يعني أنا بحقق، أنا عندي إنجازات على المستوى المحلي. صحيح. بحقق إنجازات على المستويات الخارجية. أنا أتوقع للأمانة الكويت في البطولة هذه قادر أنه يحقق مستوى. وترى سبق يمكن آخر بطولة شاركنا فيها قبل الإيقاف فاز فيها القرين أتوقع.
فاز في البطولة صحيح وكان عنده محترف مع الكابتن سالم محمود أتوقع عليه بالخير. طبعا جاب الروح حق آخر صحفنا المحلية وهي السياسة، حيث جاء فيها القادسية والكويت في اختبارين سهلين بالسلة، يسعى اليوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت للمحافظة على قمة المسابقة، وذلك عندما يواجه الشباب في 8:00 مساء على صالة نادي النصر في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، كما يسبقها على نفس الصالة في 6:00 مساء مواجهة القرين والصليب خالد، وعلى صالة يوسف شاهين بنادي كاظمة يلتقي الساحل مع اليرموك في 6:00 مساء، يعقبها مواجهة القادسية مع التضامن في 8:00 مساء. يعني أبرز مواجهات دوري السلة اليوم يعني كلمنا عنها. بو حسن شوف الأمانة يعني مباريات اليوم، أنا ترى متابع جدا دوري السلة، مباريات اليوم مباريات جميعها محسومة. أها. يعني للأمانة اليرموك يملك أفضلية على الساحل. أها. الكويت يملك أفضلية كبيرة على الشباب. حلو. الغاتسي يملك أفضلية كبيرة على التضامن. القرين يملك أفضلية كبيرة على الصليبيخات. أنا أتوقع مباريات اليوم كلها محسومة. كلها محسومة. ولا فيها أي الشباب يمكن صراحة اللافت هالسنة أنا شفت مستوى فريق الشباب، يعني نحب نعطيهم حقهم ونشيد فيهم. نعم. أما أنت فريق قاعد يحاول إنه يقدم مستوى، أتوقع إنه راح ينافس على البطاقة السادسة أو ممكن هو يقتنص البطاقة جابر السادسة. يعني قيل أن مع الأسف يفقدون أو يفتقدون اللاعب المحترف في السلة. طبعاً أنت يعني. يعني عندما كان اللاعب المحترف يعني تتذكر أيام اللي كانوا موجودين. و أنا أبو حسن أنت يعني أنا شوف أنا أذكرك أنت كنت موجود في إحدى البطولات، يعني بطولة الأندية الخليجية كانت في الغاتسية. شوف المحترفين يعني ارتقاء لهم تأثير كبير حتى على الحضور الجماهيري، حتى يعني أنا أتوقع أن الاتحاد خلال الشهر الماضي فاوض إحدى الشركات من أجل تسويق الدوري أو الإعلان على فانيلة الحكام، فيعني قالوا أنتم دوريكم محترفين ما في الشركة، يعني فيعني إحنا يعني من ضمن الأسباب إنه ما في حضور. واحدة من العوامل إيه واحدة من العوامل فالمحترفين يعني أنا أعتقد غير. إن في ظل توقيع قرار وزير الشباب والرياضة الأخ الجبري على زيادة مخصصات الأندية من 500,000 إلى 750,000 الموسم المقبل، يجب صراحة يجب على الجمعية العمومية أنها دخل تراعي مصلحة اللعبة صح وتسمح بالعودة إلى المحترفين. جابر شريفي ناقد والإعلامي الرياضي من الجريدة، شكرا لك والله يعطيك العافية. الله يعافيك أخوي أبو حسن وأنا آسف على أي تقصير. لا بالعكس استفدنا منك والله يعطيك العافية. مشاهدي الكرام بعد الانتهاء من جولتنا المحلية نذهب إلى فاصل، وبعد ذلك نبدأ معكم الصحف العربية. قبل التوغل في الصحف العربية مع أبرز العناوين. ونبدأ مع الرياضية السعودية، وأخيرا تعثر الهلال. وأما الراية القطرية السد يضغط على البحيل ويرجع العربي للخلف. مرورا بالدستور الأردنية، شباب الأردن يتعادل مع الجزيرة بالوقت القاتل.
أولى صحفنا العربية ستكون الرياضية السعودية والتي جاء فيها العنوان أخيرا تعثر الهلال. وقف حسين القحطاني لاعب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم سلسلة أو أوقف سلسلة انتصارات الهلال وفرض عليه أول تعادل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما سجل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي للمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمع الرياضية ليرفض خسارة عنابي سدير أمام متصدر الدوري المحلي. ونجح الفريق العنابي في حرمان الفريق العاصمي من تحقيق رقم قياسي جديد في الدوري بتحقيق الفوز 10 على التوالي في مبارياته من الموسم الماضي. طبعا لدينا بهذا الشأن مشاهدينا الكرام اتصال مع الإعلامي السعودي فهد الجلعودي. أستاذ فهد مساك الله بالخير، أولا في برنامجكم اليومي ما بين السطور، ومسي على أهلنا في المملكة العربية السعودية. طبعا بداية أستاذ فهد، الفيصلي تمكن من إيقاف سلسلة انتصارات الهلال بالدوري السعودي بعد أن يعني التعادل بعد هذه النتيجة، كيف تابعت هذا اللقاء وما هي استقراءاتك من هذا اللقاء؟ بالفعل أخوي فريد، بالأمس شفنا مباراة جميلة يعني أمتعت الجميع، قدم فيها عناب سدير فريق الفيصلي الوجه الحقيقي للفريق اللي كنا نعرفه كفريق الفيصلي. نعم. وكان يعني قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النقاط الثلاثة. بالفعل كان الفيصلي يعني أضع فرص عديدة بمباراة الأمس وكان يحصد النقاط الثلاثة، على العكس من فريق الهلال الذي قدم أسوأ مباراة له هذا الموسم. فريق الهلال لم يكن يستحق الثلاث نقاط بالأمس، قدم مباراة سيئة على جميع الأصعدة. سواء كانوا محترفين أو لاعبين أو جميع خطوط الفريق. الفريق بالأمس كان يعني قدم مباراة يعني لا تليق باسم فريق يعني وكان محظوظ بالتعادل. أستاذ فهد، أما ترى هذا يعني يصير يعني خلينا نقول يسمى دروب في لغة الرياضيين، أن يعني بعد 10 مباراة نعم في مباراة كح فيها أو يعني عثرت اخذعوا خلينا نقول الجماعة في هذه المباراة؟ صحيح صحيح أخوي فريد، يعني أنا نعرف الهلال أنه على طول يعود سريعا، يعني الفريق الهلال لو يتعرض للفريق لدروب على طول يعود سريعا، وهذه ميزة يعني الهلال يتفوق فيها أو يتفوق فيها على العديد من الفرق. نعم. فعودة الهلال أكيد ستكون سريعة، خصوصا يعني هو مقبل على الديربي القادم اللي هو ليس السبت، هذا السبت المقبل مع فريق أو خصم العنيد النصر. أستاذ فهد، هل الفيصلي عنابي سدير هذا هو مستواه الحقيقي أم هناك أكثر؟ لا، لديه أكثر، فريق جدا عنيد، أنا مسميه الفريق العنيد الفريق الفيصلي. العنيد نعم. عنيد جدا ولا يعني يخسر بسهوله، دائما يقدم، يعني شفناه بالموسم الماضي وصل الى نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين ما شاء الله. ففريق الفيصلي معروف انه من الفرق القويه جدا والصعبه جدا في الدوري السعودي. نعم السيد فهد الجلعودي الاعلامي السعودي، شكرا لك. صحيفتنا الثانيه مشاهدينا الكرام ستكون الرايه القطريه وقد عنونت الاتي، العنوان السد يضغط على الدحيل ويرجع العربي للخلف. كرر السد فوزه على العربي ولكن بثلاثية نظيفة هذه المرة بعد الفوز العشاري في القسم الأول، وذلك في المباراة التي جمعت ما بينهما مساء أمس على ملعب حمد الكبير في النادي العربي في ختام الجولة 13 لدوري نجوم قطر لكرة القدم. ونذهب إلى ثالث صحفنا العربية وهي الدستور الأردنية، وقد جاء فيها شباب الأردن يتعادل مع الجزيرة بالوقت القاتل. تعادل فريق شباب الأردن مع الجزيرة بهدف لكل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد عمان أو عمان الدولي في ختام مباريات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين بكرة القدم، ورفع الجزيرة رصيده إلى 26 نقطة ليبقى متصدرا مقابل 21 نقطة لشباب الأردن صاحب المركز الثاني. أعزائي المشاهدين، صحفنا المحلية لهذه العربية عفوا لهذا اليوم والمحلية أيضا انتهت، فاصل وبعد ذلك نذهب إلى صحف الأكشن والعالمية.
ونبدأ مع العناوين. توتو سبورت: الدون يعادل رقما غائبا عن اليوفي منذ نصف قرن. وأما الماركا: كوستا يكسر نحسه أمام البارسا. ومرورا بالتليغراف: مورينيو: لاعبو اليونايتد يلعبون بلا قلب. تنطلق جولتنا العالمية من صحيفة توتو سبورت: الدون يعادل رقما غائبا عن اليوفي منذ نصف قرن. قاد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس فريقه لتحقيق الفوز على أسبال بعدما سجل هدفا في المباراة انتهت 2-0 بالجولة 13 من الدوري الإيطالي. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فأن كريستيانو بعد تسجيل 9 أهداف هذا الموسم بالكالتشيو أصبح أول لاعب في موسمه الأول يصل إلى هذا العدد من الأهداف بعد مرور 13 جولة منذ 49 عاما. وأضافت أن بيترو أناستازي لاعب يوفنتوس السابق هو آخر لاعب تمكن من تسجيل 9 أهداف في أول مواسمه مع البيانكونيري، وذلك خلال موسم 1968-1969. يعني هذا الدون وما أدراك ما الدون. الخبر الثاني من صحيفة الماركا: كوستا يكسر نحسه أمام البارسا. نجح دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد في تسجيل الهدف الأول لفريقه بشباك برشلونة خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من الليغا، وكسر كوستا نحسه في الليغا هذا الموسم، حيث يعد هذا الهدف هو الأول له في البطولة. كما فك كوستا العقدة ضد البارسا حيث سجل الهدف الأول له بشباك البلوغرانا بعدما فشل في هز الشباك خلال 12 مواجهة سابقة مع 3 أندية مختلفة. وأخيرا مشاهدينا الكرام، كشفت صحيفة تيليغراف عن مورينيو: لاعبو اليونايتد يلعبون بلا قلب. انتقد مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو اللاعبيه عقب التعادل السلبي مع كريستال بالاس لحساب الجولة 13 من عمر البريمير ليج. وقال مورينيو: كانت هذه المباراة الأولى للفريق من أصل 8 مباريات، وحتى نهاية ديسمبر وكنا نحتاج للفوز بها. أشعر بأننا لا نلعب بقلوبنا واستطرد، يجب أن نلعب بعقولنا ولكن مع قلوبنا أيضا، فإذا لم يكن القلب موجودا بما فيه الكفاية فلم تكن هناك حدة أو شهية كافية. يعني كعادته مورينيو مشاهدينا الكرام، بعد الخسائر وبعد الفشل في المباريات مع أي النادي كان، يذهب إلى جلد ليس الذات، يجلد لاعبينه، وهذا هو بالضبط مورينيو. كما عمل مع تشيلسي سابقا وبعدها وقبلها الريال وبعد ذلك الانتر، فيعني مو غريبة على جوزيه مورينيو. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.